هذا رجل في البادية وربعه مجموعة يعني بيوت، فليلة من الليالي كانت ممطرة وبرد، ويوم جاء عقب العشاء قال جمعة كان البرد طاول الليلة المطر، فالصلاة تراها في الشق شق البيت حق الضيوف على أن تعرف الأرض رطبة والمطر يمطر. فيوم جاء الفجر فعلا تلافوا الجماعة، ولا والله أحدهم بعيد بيته يمكن آخر البيوت، ويوم مصر ولاه طافحن من الماء من المطر وبرد، ولاه ينفض البعض منهم حاط له بشتة على راسه واللي بفروه واللي كوت، إلا هذا ثوب صلت على ما قال. نعم، فيوم وصل لاحظه مثل ما تفضل بابا جيم يقول يعني ينتبه للبعض اللي ضايق صدره واللي سارع افكاره، فناظره شيخهم وجالس يومهم صلوا الفجر والتفت ولا رجعت سنه خصله ينفض. قال ابو فلان، قال نعم، قال اربعه مع اربعه ما تكفيك عن اربعه؟ قال لا يا شيخ. قال ليه؟ قال ادين دين واوفي دين وازرع البعدين. يا خلك حريص ولا تبيع رخيص. عقبه قام ذا وراح البيت يتدفى، فسألوا الحضور قالوا وش اللي تقول وش اللي أربعة ما فهموا. قال اللي يجيب الحل لكم لين الليلة حط الشوير لي أو يكون مقرب، لأن هذا الرجل الفقير هاللي جاي يقول يمكن لا ياخذ مده من أحد ولا يطلب، فهو بس يحش ويحطم ويبيع، أو إذا بغى يدخل للديرة إذا قال فلان بروح للبلاد للديرة يوصي هذا يجيب معنا على طريق القهوة يجيب لي تمر ويقول جيب لي عيش، فياخذ كروة مقابل نقل يعني الوصاية اللي يحملها، يدري عنه إنه, إنه, إنه ما ياخذ شيء، فحب إنه يستفيد منها الحضور بطريقة كأنها بيع ومشترى أو أجرة. قال اللي يجي الليل اللي يجيب الحل أحطه مثل ما يقول شهور أو أقربه مني، هو يدري أنهم بيروحون يسألونه، وقال له خلك حريص ولا تبيع رخيص. فكل أن يتغيف البعض ويروح وش بينك وبين فلان، ولا قال له قال أبعطيك نعجتين، وده يقول أبعطيك لاق وده يقول أعطيك فلوس. المهم ما جاء تالي النهار إلا الرجال الفقير مغتني بذكاء الشيخ بعد الله ثم فطنته هو. فيوم جاب الليل ولفوا على المجلس، قال يا جماعة يمكن تتساءلون، ما بغى يسأل يقول من اللي عرف الحل عشان ما يعني، قال يمكن تتساءلون عن اللي بيني وبين فلان الفجر يوم أقول له أربعة مع أربعة ما تكفيك عن أربعة؟ أقصد أربعة الصيف وأربعة الربيع اللي فيها يقدر واحد يستطيع يروح يحش ويحطب، ما تحوش فيها شيء للشتاء اللي ما وجه ذيب ما يقدر واحد يروح ويجي. فرد عليه قال لا. قلت له ليه؟ قال أدين دين وأوفي دين وأزرع البعدين، يدين عياله عشان يردون ما قدم لهم، ويوفي دين أمه وأبوه ما قدموه له في حياتهم وفي صغره، ويزرع البعدين عيال أخوه متوفي ويكد على يتامه يزرع على آخرته. الله، هذا كان يعني كان النقاش اللي بينه، أدين دين وأوفي دين وأزرع البعدين. الله الله، والله الكلام الزين. كلام لا تبيع رخيص، قال خلك حريص ولا تبيع رخيص، يعني احرص لا تجاوب إلا بثمن. بيجونك يسألونك وعطهم الجواب عشان يساعدونه. ورد يعني أغتنى هذا الرجل بالله سبحانه وتعالى، ثم فطنته ذكاء الشيخ وفطنته هو. نعم، لأنها انتبه كلمة شيخ يوم يقول أربعة مع أربعة ما تكفيك عن أربعة، أربعة السنة 12 شهر، يا سلام، أربعة مع أربعة ما تكفيك عن أربعة. قال لا يا الله وجهك. قال لي قال أدين دين وأوفي دين وازرع البعدين. عز الله أنك صادق، وجزاك الله خير على القصة الجميلة.